صغيرة مع والدته قرب بلدة النجف. هيا استيقظ أيها الكسول، أريدك أن تذهب لشراء بعض الأغراض والخضر من السوق. هيا استيقظ الآن. حسناً أمي. حميد. نعم. ربما عليك أن ترتدي ملابسك أولاً. إليك هذا المال من أجل الطعام، سأراك بعد أسبوعين، اتفقنا؟ حسناً. مهلاً. ها؟ إلى أين تذهب بني؟ إلى المدينة لأشتري الأغراض والطعام. من الأفضل أن تأخذ العربة. أوه، فكرة جيدة. وداعاً أمي. يا بني. نعم. إنها في هذا الاتجاه. أوه، صحيح. وهكذا توجه حميد إلى المدينة ليشتري الطعام، وعندما وصل كان الأهالي يقومون بالانتخابات. يا أصدقائي، نريد بلدة نفتخر بها جميعاً. نريد بلدة مزدهرة وناشطة. نعم.